أنا صعيدي من سوهاج، بيقولوا علينا بلد المواويل، ما إحنا صعايدة، في الفرح بنغني، في الحزن بنطبطب على كل قلب حزين. من الأرض دي بدأت السيرة، سيرة الأولاد والجدود، سلو بلدنا إن الكلمة عهد، ملناش في اللوع، قالوا الصعايدة منسيين، ويمكن ده حصل لسنين، 100 سنة وفوقيها 50، لكن إحنا في كل مكان راح تلاقينا، خلي اللي يقول يقول يابا. العهد الجديد جانا بالخير. سوهاج هي الأساس وهي المنبع. مفيش زي سوهاج ولا جمال سوهاج. في حاجات إيجابيات كتيرة حصلت في سوهاج. هنا إحنا هنكون باريس التاني. تقريباً بقت جنة. روح الأرواح يا جميل يا جميل يا جميل. نهضة صح، صحة، تعليم، كهرباء، مية، زراعة، صناعة، حياة كريمة لسوهاج. والأساس إن حقك كإنسان في الحفظ والصون. ما تحكي لنا يا شيخ زين. شوف بعينيك سوهاج الجديدة، مش مجرد عماير وبيوت، دي روح، روح جديدة تدب في قلبك روح. مليارات اتصرفت في مكانها الصح علشان تعمرها بمباني وأسواق ووحدات صحية ومنطقة صناعية وغيرها كتير، والنتيجة مستقبل بيتبني لكل جيل. والله سوهاج الجديدة العاصمة الإدارية بتاعت سوهاج نفسها حاجة كده زي ما بنقول عندنا احنا في الصعيد، إن هي جاية من بحري. احنا هنا بنتمتع بحياة آمنة. يعني أنا جيت من شهر 5 اتغيرت، عمال أجيت بقيت أفضل. فيها إمكانيات كتير وفيها شغل كتير، نفسي أسكن هنا ونفسي أجيب عيالي وأسكن هنا. سلام يا أرضنا يا غيطان الفلاحين، يا ورشة الصناعي، يا بحور الصيادين. طول العمر كان الفقير فقير الفكر يا ولدي، والبلد دي عمرها ما خليت من الأفكار، وهجت حياة كريمة كانت أصل الفكر. 181 قرية عاشت العز، وولادها شافوا حياة كريمة. القرية قبل حياة كريمة ما كانتش في قرية، دلوقتي تفرج قرية أم دومة بيتضرب فيها المثل في الجمهورية، من مبنى خدمات متكامل، من مستشفيات، مدارس على 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 أرقى مستوى. صوتنا مسموع مسموع مسموع. يعني احنا كأرياف كنا نحلم إن يبقى عندنا مثلا حاجة اسمها غاز طبيعي. كنا الأول بنركب على طمة، كانت العربية تاخد بينا حوالي ساعة، بنروح البنك نقعد في الطابور يعني علشان يصرف المعاش بتاعي يجي مع العصر. لكن دلوقتي بالصلاة على النبي حاجة أبها. حياة كريمة عملت اللي ما يتعملش ولا 100 سنة تانية لقدام. يستحقوا الفرحة يا ولدي، والخير جالهم بمشروعات الري اللي لفت سوهاج شرق وغرب. المصارف اتجددت وحوالي 100 ترعة اتبطنت بطول 436 كيلومتر. نفسنا بقى ان شاء الله الطفره دي تكمل بقى بمشروع زراعه كبير كده يستغل فيه الشباب وطاقه الشباب ان شاء الله. خير النيل طرح وحصدنا اللي يكفينا ويفيض، بس الدنيا بطولها وعرضها ما تسواش جنب نعمه الصحه، والصحه جت على قدوم المستشفيات اللي اتطورت زي المستشفى الجامعي العام، وبقى عندنا وحدات صحيه مؤهله تدخل منظومه تامين صحي شامل. فهمتني يا ولدي؟ والتعليم يا شيخ. الحكاوي هنا ما تنتهيش، مدارس وجامعات في كل مكان، وكفايه احكي لك عن جامعه سوهاج. اي تطور هيحصل هياثر على التعليم. في الجامعه القديمه احنا ما كانش لنا مكان هنا، فاحنا فرق معانا ان احنا بقينا نحضر هنا بدل ما نروح في اسيوط او جينا وناخد الشهاده باسم سوهاج، بس احنا في جامعه تانيه. والمتعلمين المتنورين ما تنسوش، بإيديهم حركوا الترس وشغلوا المصانع وحركوا العجلة اللي احنا فيها، وبيهم
بنينا بنية تحتية ولا بلاد برة. عندك يا سيد 290 مشروع رصف وصيانة للطرق. أنت علشان تجذب مستثمرين وكان ده كان لازم يحصل عندك تطوير في البنية التحتية والطرق. كنت قبل يعني كنت أنا مثلاً من القرية هنا عايز أروح المحافظة كان قدامي بتاع 3 ساعات على ما أوصل المحافظة. حاليا دلوقتي ما نكملش ساعة نبقى في قلب المحافظة. دي غير 5 محطات كهرباء جديدة وكمان اتعمل 11 مشروع للصرف الصحي بتخدم أكتر من 170,000 صيدي. سوهاج اتغيرت احلوت في عينين أهلها أكتر ما كانت. اللي اتعمل معانا يسد عين الشمس بصحيح. حظي في الدنيا إني شفت الخير بعناية وغنيت للعز والهنا مواويل. أولادي وأحفادي اللي هم جايين إن شاء الله للدنيا طبعاً أكيد هيلاقوا دنيا أفضل بكثير من اللي احنا كنا عايشين. كمان 10 سنين لحد 2030 هتشوفوا مصر إن شاء الله في حتة تاني خالص. يا ولدي سوهاج هي أصل السيرة. ركز في الكلام لأن بإيديك وبإيدين ولادنا هنكمل الإنجاز. اللهم صل عليه.